ومرشح كوكيل للائحة الصناعة التقليدية بالنسبة للصنف الفني الإنتاجية على مستوى أكادير. حقيقة جاء تمثيل ترشيحي مرة ثانية لهذا المنصب ديال عضوية صناعة غرفة الصناعة التقليدية، اللي حقيقة من بدينا عدة مشاريع اللي حقيقة احنا في النية ديالنا ان شاء الله باش نحققوها لهذا القطاع على مستوى أكادير وعلى مستوى الجهة ديال سوس مساء بأقاليمها الستة. وهذا هو الدور ديالنا والواجب ديالنا اللي كنمثلوا هذه الفئة من الصناع التقليديين على مستوى أكادير، اللي منضويين في جمعيات وتعاونيات وفيدراليات صانعات فرضاء. كنعرفوا الصناع التقليديين بأنه الصنعة ديال هي موروث ثقافي وتاريخي وهي الهوية ديالنا المغربية. كنعرفوا بأن هاد الصانعة والصانعة التقليدية تورثوا هذه الحرفة أبا عن جد، يعني بدون ما يدخلوا لا المعهد التكوين او يخرجوا من مدارس، ولكن الحرفه تورثوها ابا عن جد، واللي احنا نركزوا عليه اساس هذا الموروث ديالنا باش ما ينضطر وباش ما ينخاف. هذا هو الاساس من هذا، لان كاين بعض الحرف اللي كتمشي في الاندثار مع الاسف، ما كتلقاش من هذا الجيل الشباب اللي يتوارثها عن اب ديالو او عن العم ديالو او عن صانع من الصناع التقليديين اللي كنعرفوا المعلم، من كنسمعوا معلم يعني راه معلم ديال الصنعة. الحقيقة احنا كممثل ديال غرفة ديال الصناعة التقليدية كندافعوا على هاد المطالب اللي هي أساسية من المطالب اللي كيطلبوها الصناعة التقليديين ومن العراقيل اللي كتصيب هذا القطاع، وأنه قطاع كنقول دائما أنه قطاع غير مهيكل، قطاع غير منظم، قطاع اللي حتى في هاد الجائحة ديال كوفيد اللي كنا نتمناو باش هاد الصناعة التقليديين يستافدوا من الدعم ولا من صندوق الجائحة اللي أعطى جلالة الملك انطلاقة ديالو منذ بداية مارس 2020 باش يستافدوا الصناعة التقليديين. مع الأسف القطاع ما كاين غير مهيكل، قطاع غير محصي، ما عندهمش إحصاء شامل باش إلا نسبة قليلة اللي هي حقيقة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وكذلك كان كتوفر على البطاقة ديال الرميد، هذو هما اللي استافدوا، ولكن الفئة العريضة والواسعة ما استافدتش من الدعم ديال صندوق ديال الجائحة. وعاشوا فعلا وضعية صعبة الصناعة التقليديين، سواء في الصنف الفني الإنتاجية أو في في الخدماتية، اللي في الحقيقة عشنا معهم هاد الوضعية وبلغنا هاد المشاكل ديالهم والمطالب ديالهم المؤسسات، سواء على مستوى المركز أو الوزارة أو الجهة أو لجنة اليقظة الجهوية أو لجنة اليقظة المركزية، بلغنا المشاكل ديالهم والمطالب ديالهم. واحد الملف اللي هو كبير اللي هو يتعلق بالمنتجات التوطية في صنف الفضة، المنتجات اللي تدخل من برا والأثمنة ديالها اللي غالبا تكون طايحة مقارنة ب فعلا يعني المنتجات المغربية، كيفاش تشوفوا هذه المسألة وكيفاش غادي تترافعوا إن شاء الله؟ فعلا هو هذا المشكل، دائما كيأرق هذه الفئة من الصناع التقليديين في هذه الفرحة في الحرفة ديال الحلي وديال الفضة، لأنه كنعرفوا بأن مشكل هاد المادة الأولية اللي هي ما متوفراش للصناع التقليديين، وصبحوا اليوم صناع كيقتنوها من خارج أرض الوطن خصوصا من الدول الآسيوية وحتى من دول إفريقيا الجنوبية من موريتانيا ومن هذه، وهذا كي وبعض حتى التحف، يعني تحفة اللي كتصبح عواد باش تبقى في المتاحف ولا شي حاجة كتذوب، هذا سواء كان عندنا كيعملوها من جديد يصنعوا بها نقرا. مع الاسف كنا ديما كنطالبوا، كانت في واحد الوقت كنا واحد اتفاقيه مع واحد الشركه ديال المناجم ديال المعادن، اللي حقيقه كان اتفاق وقع في عهد وزير سابق واللي كان في مقر اتفاق في تيزنيت، وكانت فعلا خلقت واحد النقطه باش يكون نقطه بيع ديال هذه الماده الاوليه ديال النقره. مع الاسف كانت مشكل عنهم عند ترتفعت الرسوم اللي جعلت ما يسيروش هذا وفروا لهم واحد الحصه، ولكن بالثمن من اللي جاوا يديروا الثمن جبروا الثمن مرتفع في السوق،
ولذلك كيلتجئوا للسوق السوداء، السوق السوداء لانه بطبيعه الحال هذه المشاكل اللي حقيقه دائما كتارق صناعه التقليديين على مستوى جهه السوس وعلى حتى من مستوى الجنوب، لان كنعرفوا بان النقره اولا بالنسبه لاقليم تيزنيت هو عاصمه ديال النقره واللي معروف على الصعيد الوطني اللي حقيقه فيه صناع تقليديين مهاره ومعلمين ديال النقره ومعروف بهاد الحرفه من الحرف ديال الصناعه التقليديه. اللي نبغي نتكلم عليه بزاف هو المشاكل ديال صناعه التقليديين. اولا عندنا مشكل ديال العرض ديال المنتوجات، ما كاينش فضاءات اللي حقيقه اللي مادام على مستوى اكادير كنشوفوا بان كاين مجمع وحيد ديال الصناعه التقليديه، ومع الاساس هو في طريق الاصلاح وفي طريق التجديد، لانه ملي كيجي هذا السائح الاجنبي ولا حتى السائح الوطني كيبغي يلجا المكان او فضاء او مركب يكون جامع الصناعه التقليديه اللي كيصنع وكينتج في نفس الوقت، كيعرض كينتج وكيعرض في نفس الوقت، ما كتوفرش فيه المدينه. يعني فعلا كاين محلات لعرض هذه المنتوجات ديال الصناعه التقليديه في سوق الحاد او في البازارات اللي في الفنادق على في الشريط الساحلي، ولكن احنا بغينا واحد المجمع اللي كيجمع واحد الصناعه التقليديين من جميع الحرف. هذا كيدير الفضه، هذا كيدير الجلد، هذا كيدير البلغاء، هذا كيدير يعني، وكيكون معروف وعنده اشهار حتى السواح في الفنادق ولا وكالات الاصفار من اللي بغي يوجهوا هذا السواح، هذا السائح الاجنبي كيمشي مقصود لهذا المركب اللي يكون واحد الفضاء اللي كيعطي دفعه التسويق ديال المنتوج ديال الصناعه التقليديه بالنسبه لاكادير. فعلا اكادير مدينه سياحيه بامتياز، ونتمنى ان شاء الله في هذا المشروع الملكي ديال 2020 2024 اللي حقيقه كنشوفوا المدينه كتحول شيئا فشيئا، اللي هي تستاهل كل الخير هذه المدينه ديال اكادير مدينه سياحيه، وما كيضرب بها المثل في السنوات ديال السبعينات والثمانينات 90 اللي كانت هي العاصمه ديال السياح اللي كتصدر من السياح لمراكش والفاس وطنجه. نتمنى ان شاء الله ترجع لهذاك الازدهار ديالها والرواج ديالها ديال السياحه والصناعه التقليديه. شكرا.